السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب قنول لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم بتكلم عن كيف تغير الماك ادرس. اوكي، انا ما راح اقول لك الاسباب اللي تغير لك ليش تغير الماك ادرس، انا بعطيك الدرس هذا بحيث انك لو احتاجت انك تغير الماك ادرس تكون تعرف. لكن من الاسباب اللي تخليك تغير الماك ادرس هي احيانا اسباب للحماية، واحيانا حاب تحتال على شبكة معينة فممكن تحتال على الشبكة هذه. طريقة تغيير الماك ادرس، اذا ما كنت تعرف الماك ادرس، الماك ادرس هو الطريقة الوحيدة لتعريف جهازك بالشبكة اللي انت متصل بها. تمام، طبعا في طريقة ثانية هي الاي بي، لكن السويتش غالبا راح يتصل بالجهاز عن طريق الماك ادرس الخاص به. لذلك الماك ادرس مهم جدا للفلترة والشغلات هذه، وراح نشوف فكرة سريعة. عموما الماك ادرس هو عنوان ما راح يتكرر ابدا. تمام، عنوان ما يتكرر ابدا. تمام، طبعا كل مصنع وكل شركة ماك ادرس خاص. راح نشوف الحين كيف نقدر نغير الماك ادرس، وكيف نقدر نزور هوية الجهاز الخاص بك. يعني الجهاز الخاص بي حاليا الماك ادرس جيجا بايت، راح نشوفه الحين. تمام، لكن كيف اقدر اغيره من جيجا بايت الى مثلا شركة ثانية. تمام، هذا راح نشوفه اليوم، راح نسويه. طيب طبعا اوكي نحطه بفاذرز. اوكي، راح نجي الحين للطرفية. طبعا بالنسبة للبرنامج اللي راح نستخدمه اليوم هو برنامج ماك تشينج او ماك تشينجر. اوكي، اسمه بالشكل هذا ماك تشينجر. اوكي، طبعا موجود على جميع توزيعات بدون استثناء. عليك تثبيت البرنامج هذا اولا على حسب نوع توزيعتك. فمثلا اذا كنت على الابونتو او لينكس مينت او على الديبيان، سودو ابت جيت انستول ماك تشينجر. اوكي، طبعا في ماك تشينجر جي تي كي، وهي واجهه رسوميه بصراحه انا ما شفتها قبل، لكن قبل شوي شيكت على الديبيان وحصلت انه موجود جي تي كي. اوكي، بالنسبه لي الارتش لينكس باكمان اس ماك تشينجر، بالنسبة للفيدورا YUM install ماك تشينجر. طبعا ماك تشينجر بالنسبة للزوزة زبهر install ايش اسمه هذا ماك تشينجر. اوكي، نفس الكتاب اللي قلنا قبل شوي. بالنسبة لي ماندريفا مثلا والجماعة الثانية اللي هي URPM اعتقد. تمام، URPM ما ادري URIPM. تمام، وثبته. طيب الحين ثبتنا البرنامج، كيف نستخدمه؟ راح تكتب اول شيء بالبدايه ماك تشينجر، خليك قبل الخط عشان تاكد انكم متابعين لي، ماك تشينجر. اوكي، بالشكل هذا اضغط انتر، راح يقول لك انه بابا با الى اخره. طبعا دائما بالطرفيه في عندك المساعد الاول اللي هو هيلب، تضغط على هيلب راح يعطيك اللي هنا الاشياء اللي تساعدك. اليوم راح اتكلم عن برنت ماك ادرس. اوكي، اليوم بتكلم عن الام، راح نتكلم عن الليست. تمام، وراح نتكلم عن الراندوم. تمام، الاشياء الثانيه ممكن تستخدمها ترى بالمناسبه، ولكن استخدامك الشخصي، لكن ما له داعي صراحه. هن مهمات لكن ما بتكلم عنها اليوم، لان اهم شيء اللي بتكلم عنه. طيب لازم تعرف اول شيء ايش اسم كارت الشبكه عندك. اكتب اف كونفج، بعض الشبكات او بعض التوزيعات عفوا الاف كونفج لازم يكون عندك صلاحيات روت. تمام، اف كونفج. اوكي اوكي، هذا هو الكارت اللي متصل به اللي هو اي ان بي 2S0. تمام، التوزيعات الثانية ممكن يكون ETH 0 ETH 1 إلى آخره إذا كنت على واي فاي. عموما شوف الاي بي حقك. تمام، هذا اللي يهمك. أوكي، إذا كان عندك اي بي هنا فهذا هو الكرت المفعل عندك. أنا الكرت المفعل عندي هذا هو، قد يكون دبليو لان، قد يكون أي شيء. طيب لاحظ عندي الماك أدرس، هذا هو الماك أدرس الحالي اللي أنا استخدمه. تمام، هذا الماك أدرس الخاص بالجهاز. اوكي طيب طيب خلصنا الحين هذا البتاع اللي هو كارت الشبكه عندي، هذا اسمه، ممكن تنسخه ممكن ما تنسخه كيف. طيب راح نجي للماك تشينجر، وراح نقول له عطنا التعليمات. بالماك تشينجر زي ما انت شايف ممكن يطبع لك اللي هي شو. تمام، اللي هو ناقص اس، فممكن نكتب ماك تشينجر ناقص اس، ثم تكتب اسم الشبكه ضروري اللي هو اي ان بي اس 0 لا 0 اس لا 2S0. اوكي، لاحظ انه قال لك انه كرنت ماك اللي هو الماك ادرس الحالي. تمام، هذا هو من شركه جيجا بايت تكنولوجي الى اخره، والبيرمننت اللي هو اساسا الاساسي بالنظام هذا هو. طبعا احنا لو غيرنا الماك ادرس راح يكون البيرمننت هذا، لكن الحالي هذا راح نشوف الحين ايش نقدر نغيره. طيب طريقه تغييره بسيطه، الف لك اي ماك ادرس. طبعا الماك ادرس تتالف من تقريبا 6 خانات، كل خانه من رقمين زي ما انت شايف 1 2 3 4 5 6. تمام، تقدر تالف لك اي ماك ادرس، نكتب ماك تشينجر. تمام، ثم نكتب وين هي ام، هي اي ام. تمام، ثم نكتب اللي احنا نبي، ممكن تالف لك اي شيء اي سي نقطتين بعدين 0 0 نقطتين 1 0 نقطتين
سي سي نقطتين، احد اثنين نقطتين، مثلا سي خمسة انتر تمام. قال لك واي نسينا الجهاز، لان تكتب اسم الجهاز اخر شيء، اي ان بي اس 2 0 صح، 2 0 وال 2 0 2 اس 0. طيب هذا هو كود نوت تشينج. قال لك بيرميشنز، لما تشوف بيرميشنز يعني يقول لك ما عندك صلاحيات. ماذا يعني انك تحتاج صلاحيات؟ سودو، راح اكتب سودو انتر، نحط له الباسورد انتر. الان قال لك انه النيو ماك ادرس هذا هو، قال لك انه الشركه المصنعه انون غير معروفه تمام. طيب احنا غيرنا الماك ادرس اوكي، لو كتبت الحين اف كونفج اوكي، لاحظ انه البيرمننت ماك ادرس هذا هو، لو كتبنا اف كونفج وضغطنا راح نلاحظ انه الماك ادرس اللي احنا سويناه طلع هنا، شوفوا اوكي هذا الماك ادرس اللي سويته طبعا هذا هو. كيف ازور هويه الجهاز اصلا؟ ما بيطلع انون، ابيه يطلع بشركه ثانيه. اوكي راح تكتب ماك تشينجر وبعدين نحط هيلب مره ثانيه عشان نشوف ايش هو اللي عندنا. شوف عندك اللي هو ناقص ال او الليست تمام، هذا راح يطبع لك ليست كبيره جدا بالاجهزه او الشركات المصنعه للاجهزه تمام، اللي هي اجهزه كرت الشبكه. طيب خلونا نشوف، احنا نكتب ماك تشينجر ال تمام، حط طبعا في زر اللي هو شيفت من اللي فوق الانتر، هذه الخط هذا شايفينه خط واحد، ثم اكتب ليس عشان تقدر تتصفح الاجهزه انتر. لاحظ قال لك انه زيروكس تستخدم صفرين 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 اوكي، تقدر تنزل سيسكو تستخدم صفر سي. طيب راح ننزل ناخذنا شركه مثلا من هذولا، والله ابي اخذ انا نتورك اكسفورد، كان شفت اكسفورد. طيب خلينا نشوف واحده من الشركات المعروفه. والله هذا كل شركات اوكي، خلينا ناخذ سيسكو ماشي، هذا الرقم ننسخ هذا الرقم تمام اوكي. راح نجي الحين نقول بسم الله سودو ماك تشينجر ام، ثم نحط الرقم الاول اللي هو نسخناه قبل شوي هذا، ثم نحط نضيف له ست ارقام ثانيه، والله واحد اي سي بي اثنين او بي واحد مثلا اي شيء طبعا سي طبعا هو الى الاف يقبل ترى، او نحط دي صفر، وبعدين نحط اسم الجهاز اي ان بي اس لا 0 اس 2 لا 2 اس 0 انتر تمام. تم تغيير جهازي الى سيسكو، الان جهازي راح يتعرف عليه اي كرت شبكه او اي سويتش على انه جهاز سيسكو بالماك ادرس هذا. هذه فكره تغيير الماك ادرس، طبعا استخدمه بطريقه شرعيه، لكن احيانا في بعض الناس ترفع ضغطك وتحتاج تغير الماك ادرس علشان تستهبل عليهم. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، هذه طريقه الماك ادرس مفيده جدا طبعا لاي شخص عنده حصار على الشبكه حقته ايا كان. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، مع السلامه.